تعرف لحضرتك. الصيدلي حسن احمد ابراهيم والد احد المعتقلين في احداث السفاره الاسرائيليه يوم 9/9. ابني كان جاي من مقر عمله الساعه 2 بالليل وكان راكب تاكسي، فالتاكسي وقف عشان ما عرفش يعدي الكوبري بتاع اللي رايح على الجامعه. وابني لما نزل ومشي شويه على رجله لقى السلم اللي نازل من على الكوبري نازل على الشارع اللي رايح على السفاره، فقعد على السلم فشاف بعض الصبيه 12 و13 سنه بيجمعوا في ازايز مولوتوف عشان يروح يضربوا بيها مديريه الامن. فهو خد الازاز الكبيره اللي كانوا بيجمعوا منها وخد كياس القطن وحطهم في كيس كبير وراح يديهم لاحد الضباط اللي ربنا يسامحه يعني اللي هو من 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 الامن المركزي. وبعد ما اداهم له راح الضابط، هذا الضابط راح نادى الضابط تاني من الجيش واعتقلوا ابني. وللاسف لما راح كمان النيابه العسكريه راح معاه ضابط تالت ما كانش اصلا موجود في الواقعه وشهد عليه شهاده زور. ولما قال ابني ان الشاهد ده مش هو اللي اعتقلني او مش هو اللي انا اديت له الحاجه، وصى عليه في سجن المزرعه في مزرعه تره، واتضرب واتهان اهانه بالغه هو وزمايله الطلبه. وللاسف هم محبوسين دلوقتي ومعظمهم طلبه وناس محترمه واخدين 15 يوم في 15 يوم. فانا بناشد المجلس العسكري بقول له كفايه كده حرام، وما تزودش عدد الناس المعاديه ليك، لان انت جيت عشان تحمي الثوره ولكنك للاسف حميت النظام وما حميتش الثوره. دكتور حسن ممكن تقول لي مين اللي اعتدى عليه؟ الضباط ايه؟ اللي اعتدى عليه جوه تره، جوه سجن التورة. سجن مزرعه تره؟ مزرعه، لما راح المزرعه عملوا لهم ما يسمى حفله الاستقبال وضربوهم ضرب فيه اهانه وقلعوهم هدومهم وضرب فيه يعني ضرب مبالغ فيه كان احنا لسه عايشين في عسكر مبارك وحكم مبارك واحمد عز وزكريا عزمي والناس دي. فانا مش عارف يعني اتقوا الله، انا بقول للمجلس العسكري يتقي الله في شباب مصر عشان ما يزودش. اسم ابنك رباعي تاني؟ اسمه اسلام حسن احمد ابراهيم. في سجن ايه تاني؟ في عنبر المزرعه، عنبر الزراعه في تره، واخد 15 يوم في 15 يوم. وانا بناشد المجلس العسكري ان يرفعوا ايديهم عن هؤلاء الطلبه، ولو كان فعلا حصل ان هم اشتركوا باي شكل من الاشكال في التخريب وليس من دفع الوطنيه او من دفع الغيره على البلد او من دفع السبعه اللي ماتوا على الحدود، انا عايز اعرف المجلس العسكري عمل ايه مع الناس اللي ماتت على الحدود؟ عمل ايه معاهم؟ او اسرائيل، هل اسرائيل اعتقلت الناس اللي ضربت الجيش اللي على الحدود؟ هل اعتقلتهم؟ هل حققت معاهم؟ هل حطتهم في ترى في تل ابيب او في النقب؟ ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ عشان احنا ما نغيرش على اولادنا وهم يمسكوا اولادنا من الشوارع بدون اي ذنب. اسمع بس، هو دكتور شارك في المظاهره بتاعت هدم السور ولا ما شاركش؟ هو ما اشتركش، هو كان جاي من شغله ولكن هم اعتبروه مشترك ومسكوه. ده ابني منع كارثه انها تحصل، لكن في صف عربيات طويل جدا هو شال الازايز دي وراح يسلمها لضابط من الامن المركزي. للاسف الضابط خد الحاجه ومسك. اسمه ايه الضابط؟ لا ما اعرفش اسمه بالظبط، انما الضابط اللي مسكه غير الضابط اللي حقق معاه، غير الضابط اللي هو شاهد الاثبات اللي حضر معاه النيابة العسكرية، واحد مختلف تماما، كأن القضية ما يعني جاهزة ومتلفقة. وعموما احنا بنعمل يعني قومنا محامين من مراكز حقوق الإنسان عشان يطلعوا، لأن هم ما عملوش حاجة، هو وزمايله معاه أكتر من 15 واحد كلهم طلبة وكلهم لم يشتركوا في أي حدث، للأسف اتمسكوا بأي. قبلك تاني يا دكتور حسن نبقى آخد أساميهم بعد إذن حضرتك. إن شاء الله ممكن أجيب لحضرتك أساميهم. شكرا دكتور. ماشي كلهم إن شاء الله.